هواي ناس من اللي عايشين بغداد يوم الجمعة أو السبت يجون هذا الشارع، شارع المتنبي. طبعاً أغلبنا شايفيه بالليل، وضعيته تكون تختلف. اليوم راح أصور لكم إياه شوية بالنهار، بس الأغلبية من يجون هنا طبعاً شارع المتنبي صار بشارع الرشيد، أكو هواية مطاعم أغلبها طيبة ونظيفة. تعالوا اليوم نزور واحد من هاي المطاعم، وإذا عجبكم أوعدكم نصور البقية كلهم. يلا خلينا نبدأ الجولة. واحد من المطاعم موجود هنا، مطعم قص ابو حسين. يعني هذا المطعم حسب ما سامعاني قديم، من التسعينات موجود هنا، والقص مالته كلش طيب. تعالوا اليوم ندخل نجرب القص مالته شنو، نشوف اللحم. اهم شيء اللحم، لانه للاسف مثل ما نشوف دائما هواي مطاعم لحمهم مو مضبوط. يلا شوفوا. الله يلي ذهب 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 ذهب. الريحة مال اللحم مخيفة. دخلت طلبت لفة سعرها 4000 دينار، والماعون شفتوه اللي هو هذا سعره 8000. راح نشوف اللفة نشوف كمية اللحم. خوش كمية، عاش بالايادي، 4000 دينار. ايش قصة الله المطعم رعد؟ من 1998. جيد جدا. اهم شيء رعد اللحم، شنو اللحم رعد؟ لحم عراقي، دجاج تركي. دجاج تركي، لحم عراقي، حلو الكلام. رعد حلو، فد لفة داري لي اياها باللي يا رعد. داري لي اياها باللي يا رعودي. هاك حبيبي هذا اللي وين الفيشة؟ سلطة؟ شوية اي. ممنون. شوفوا. حر. شوفوا اللي هي، شوفوا الكمية. طبعا هي الزلاطة مغطية، بس شوفوا 4000 دينار عراق. شوفوا للذهب، شوفوا شريحة بواحدة تصور 4000 دينار. نسمي بسم الله. روعة. لحم مبين حي على الصلاة، مضبوط. 7 نجوم. حرامات تجون لهنا وما تزورون ابو حسين. صدق القص مالته فد شي روعة. مقبلات شفناها بس ما تبصمتني بيها. زيتون وحمص بطحينة وطرشي.
باع اللحم باع اللحم باع اللحم شلون يوقع من اللفة ما شاء الله هالقد ما هواية. اللي راح يسألني أكثر على الأسعار هاي ممنون. رحم الله والديك حبيبي. ولازم ورا القص لازم استكان شاي يهضم. الله طبعا شاشية ما ادري شايهم اطيب من البيت، لو تحط روحك بروحه بالبيت ما يطلع مثل شاي مالتنا. يعني شايهم ما ادري روعة. لهنا انتهت جولتنا، شفنا واحد من المطاعم هنا بشارع المتنبي، وان شاء الله بعد عندنا حلقات قادمة غمينا بشارع المتنبي نشوف المطاعم موجودة. الصدارة صارت فاول، يلا ما يخالف في مالنا.